في الأيام القليلة الماضية استوقفني بعض المنشورات عبر فيسبوك، وتحديدا قرأت منشورا مكتوبا فيه أن من فوائد الزوجة المصرية على حد قول الكاتب يعني فيما قاله هو أنها تجعلك دائما في حالة ذكر، فأنت ترى بين حسبي الله ونعم الوكيل واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا. في المقابل أيضا البعض يتناقل بعض الكلمات يعني ومثلها على ألسنة سيدات الفضليات، يعني هو الراجل بيعمل إيه قبل الجواز مش عارف فلان، استنادا إلى ممثل عالمي ومشهور، وبعد الجواز الكرش مترين والقفا مش عارف شبرين، وهكذا إلى آخر ما يتم الحديث فيه، حتى وإن كان بشكل فكاهي إلا أنه قد ينبئ في بعض الأوقات أو في بعض المراحل المتتالية لأمور ليست بالصحيحة. البعض ترجم عن هذه الحالة كليا بمثال شعبي مصري قاله قديما: يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز منك عسل. صورة لدى البعض، في المقابل هناك صور سوية لكن نستشعر أنها قليلة، فهل هي حقا قليلة أم أن ما ينشر كثيرا ينشر عن هذه الأشياء من قبل المرح والهزار والتفاهات فقط، وهل هذا يصح أصلا نشره وتداوله حتى وإن كان من باب المزاح؟ بعد هذه بدء أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف توقيتي بالنسبة لكم، لما كنتم العالم نحيكم الاتحاد الإسلامي والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قضية جديدة ضمن برنامج القضية حول الخرس الزوجي. نتحدث معكم في هذا المساء وأشرف بضيوفي الأفاضل في استوديو الهواء فضيلة الشيخ أحمد فرج ريحان من السادة علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية. أهلا سيدنا الشيخ أحمد، نورت المكان وأسعدت الزمان. بارك الله فيكم بفضيلتك في السادة المشاهدين. كذلك ممثلا للجانب النفسي والطب النفسي والناحية النفسية، أصبحت البيوت أو كثير من البيوت حتى لا أعمم يحتاج كل منا إلى طبيب نفسي، وأصبح كل طبيب نفسي ربما تكفيه حالة يعيش معها على مدار 24 ساعة كي يضبط الإيقاع والمؤشر كما يقولون، وربما في خضم هذه الأحداث لا يستطيع أن يضبط بشكل كلي. لذا كنا حريصين على وجود فيلسوف كبير في الطب النفسي، هو دكتور عبد الله الفقي. يا اهلا بحضرتك دكتور عبد الله. يا اهلا بيك. يا مشكله صعبه النهارده، انا عارف ان حضرتك ماهر، لكن مشكله المشاكل الزوجيه عامه ديت بتحتاج الى معجزات في حلها من وجهه نظر البعض في بعض الاوقات. لا ان شاء الله ربنا ييسر كده ونحل الدنيا باذن الله. اللهم امين يا رب العالمين. سيدنا الشيخ احمد، الخرس الزوجي، قبل ما اتكلم في الاسباب الشرعيه، هو احنا لا سمح الله عندنا خرس زوجي ان صح التعبير يعني؟ الحمد لله، ولا احنا بنكبر المواضيع وما فيش حاجه والدنيا حلوه وبتاع. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الله سبحانه: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. هو احنا عندنا كل واحد يسال نفسه، يعني اظن المشاهدين سيجيبوا كل واحد منهم على هذا السؤال. بس محدش بيحب غلط نفسه يا مولانا، ومحدش بيجيب الذنب عنده، ومحدش بيجيب الحق عليه، وحاجات كتيرة كده يعني. دي مشكلة أخرى، عدم عرفان المشكلة وعدم حلها. يعني في احنا عندنا طبعا في كل حاجة مشكلتين، المشكلة الأولى الإنكار مع الواقع اللي موجود. فين البيوت اللي ما فيهاش خرس زوجي إلا من رحم الله في هذه الأونة؟ خاصة إنك لو شفت عدد الموبايلات تلاقي أكتر من عدد الناس يعني، وده لا شك انه بياخد الانسان بطريق او باخر عن العالم اللي احنا موجودين فيه، وبالتالي فموجود طبعا الخرس الزوجي لا شك، والا ما كناش نتكلم فيه النهارده. نعم، موجود الخرس الزوجي يا دكتور عبد الله. موجود جدا طبعا، لا شك طبعا موجود. موجود جدا طبعا، لا شك موجود طبعا. كل التاكيدات بكل السبل وكل الطرق المساله طبعا موجوده، وللاسف زادت جدا جدا. وللأسف الخرس الزوجي، يعني احنا برضو عايزين نعرف الناس يعني ايه اصلا خرس الزوجي. يعني ايه خرس زوجي؟ الخرس الزوجي دي حالة من الصمت، يعني حالة من الصمت بتكون موجودة في البيت بين الرجل والمرأة. نعم. بحيث ان الرجل مثلا مش يمكن يكون اسلم يا دكتور عبد الله.
ما هو احنا عايزين بقى نحط الوضع الحد الاساسي للمساله دي. يعني احنا بنحط الاطار عشان نعرف ان ده من ضمن الخرس الزوجي ولا لا. حاله الصمت دي الرجل بيكون بره او منفتح وماشي اموره تمام وبيتكلم، ومجرد ما يرجع البيت بقى الحد الفاصل عندنا هنا البيت. صحيح. بيبدا حاله السكون تتم، وحاله الصمت ايه تعم المكان. نعم. وبالتالي المشهد ده طبعا يعني للأسف متكرر، ويعني مش عايزين نعمم، بس يعني لا يكاد يكون في بيت إلا ما بيصيبه يعني. وتبدأ الاستجوابات التي تليها بعض الخناقات، يعني تقول له طب انت بره حلو وبتهزر على القهوة كويس مع أصحابك حلو، مش عارف ايه ايه اللي جالك لما جيت يعني مثلا. بالظبط. دي بداية الاستجوابات من الزوجة للزوج. ما هو الاستجوابات في حد ذاتها من اسباب الخرس الزوجي. الاستجوابات من اسباب الخرس الزوجي. طيب. حلو الكلام. ما ده ان شاء الله ممكن نتكلم فيه. تمام. لكن برضه شيء خارج اطار الخرس الزوجي عندنا، انه احيانا الواحد بيحتاج في البيت انه يكون له بعض العزله، ياخد وقت معين لنفسه، بيؤهل في نفسه فيه من الناحية النفسية، بيقرأ شيء، بيتعلم شيء، ده خارج إطار الصمت أو الخرس الزوجي. الخرس الزوجي إنه يكون في حالة من الخصام غير المعلن. حالة من يعني كأننا متخصمين بس إحنا مش معلنين ده، وكده كل واحد في عالمه الخاص، كل واحد لوحده، ولا بهتم بيك ولا انت بتهتم بيا وخلاص، والدنيا ماشيه. ومش شرط يكون في اسباب. طبعا. بس يعني ممكن الموضوع يتحول لتعود يا دكتور عبد الله مع الوقت. خلاص احنا بقينا متعودين، احنا بقينا بيستريح في كده. ما هو بيظن ان هم مستريحين كده. ودي طبعا من ضمن الحاجات اللي يظن. بيظن. لازم تعالج في النواحي دي بطريقه سليمه حتى لو تعودوا. ما هو الفكره هنا ان عندنا مشكلتين. مشكله في البصيره، ان انا ابقى فاهم ان انا عندي مشكله، وابقى واعي ان انا عندي مشكله، واحنا فعلا في مشكله، بحيث ان الانسان ما يقعدش ينكر المساله دي. والجانب الثاني ان انا احلها ازاي. يعني ممكن يكون متصور انه ده الاحسن، مع ان الواقع، يعني اقول لحضرتك مثال بسيط. الناس اللي بقى عندهم مرض زي الاكتئاب، هو بيبقى كل شويه بيقعد ينعزل ينعزل ينعزل، والانعزال ده بالنسبه له بيعتبر يعني شيء كويس، كانه بيريحه. لكن على ارض الواقع هو بيغرقه. يعني على ارض الواقع هو بيغرقه، وده علامه من علامات ان هو محتاج يتحرك، محتاج يشوف المشكله ديت. وبالتالي الخرس الزوجي لازم يكون فيه بصيره، لازم يكون فيه فهم، لازم يكون فيه وعي. والفكره هنا مش ان احنا بنقول مين اللي غلطان او لا، دايما اللي بيكون مستبصر اكتر هو اللي بياخد زمام المبادره وبيحل. الطبيعي ان الاثنين يحلوا، لكن اللي عنده بصيره اعلى واللي عنده فهم اعلى. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول وخيرهما الذي يبدا بالسلام. يعني هذا عموما. عموما. وليه؟ لانه ده الخيريه هنا بيكون للشخص اللي فاهم. الخيريه دايما للشخص اللي بيكون عنده الوعي، العلم والعمل. يعني هو بيعرف ده، وفي نفس الوقت بيجي بيطبعه على ارض الواقع. والخرس الزوجي مش معناه انه بس ما يعودش يتكلمه، يعني ممكن يكون في نوع من انواع الخرس المؤقت لفتره معينه في الزمن كده، يحصل زمن كده معين. ممكن يكون في العلاقه الحميميه، ممكن يكون في الجوانب الماديه. فالخرس الزوجي يعني هو هي ظاهره كبيره جدا، وظاهرة محتاجة علاج، مش ظاهرة. يعني طبعا هي دي من الظواهر الاجتماعية، يعني تمام. الظواهر الاجتماعية اللي أكيد لها أسباب اجتماعية ولها أسباب نفسية ولها أسباب، ممكن يكون لها أسباب عضوية. نعم. ممكن نبقى نتطرق لده إن شاء الله. نعم. سيدنا الشيخ أحمد، منور الدنيا. الله يكرمك. الله يبارك فيك. الأسباب الشرعية الكامنة خلف ظاهرة الخرس الزوجي. هو أنا بس عاوز أقول في البداية إن فيه خرس زوجي ظاهرة صحية، مش وحش يعني، ده مطلوب يعني. ماشي. أحيانا الإنسان يعني بيطلب منه إنه يسكت تغافلا، وإنه يتغاضى، وإنه ما يتكلمش في الموضوع، وإنه من لازم مش أخذ باله. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة التحريم:
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. أحيانا ده بيبقى كويس جدا في المشاكل. وكان الشاعر قال في الموضوع ده قال: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، السلام، ولا تنقريني نقرك الدف. ما دام الشعر بقول كلام حلو جدا. ولا تنقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب، اللي هو المغيب اللي هو الاستجواب ده. ولا تكثير الشكوى فتذهب بالهوى ويأباك قلبي والقلوب تقلب. إني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب أن يذهب. السلام. فاحنا برضو علشان ما نحطش الكل في كفة واحدة ونقول الناس اقعد اتكلم على العمال والبطال وكلام من ده، يعني عمدتنا في، انا متهيألي من وجهة نظر الشرع في الحلقة دي، حديث ام زرع. وانا شايف ان ال 11 اللي قعدوا كل واحدة قالت طبق او عملت طبق كده لزوجها فيه اكلة، الاكلة دي حلوة او وحشة او كذا او كلام من ده، او عملت اسلوب لراجل. نعم. فمنهم مثلا زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسأل عما عهد، يعني بيكبر دماغه. واذا دخل فهد يعني كان وديع ولما بتكلم بتكلم بالراحة وبحنان وكذا، لو ولي تسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. وإذا خرج أسد على بقى عكس الايه اللي هو على عكس اللي الناس بتعمله، ان هو بره فهد وجوه أسد. لا، هو المفروض العكس، ماشي، بره أسد ايوه. لكن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما الرجل ذهب ليشكو إليه فوجده يعني فخد نفسه ومشي، فسيدنا عمر فتح الباب وانه فقال له أنا جيت أشكو فوجدت الحال من بعض. إذا صحت الرواية. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني برر له الحياة الزوجية وما فيها من مشاكل، وأحيانا الإرهاقات المادية، وأحيانا المشاكل النفسية، وأحيانا التعب. الأمور دي كلها بتحتاج أن الإنسان يسكت عن أشياء، لكن في نفس الوقت في حاجات لا ينبغي السكوت عنها. التعبير عن المشاعر وأن الإنسان يصرح بحبه لا يعرض او انه يسكت او كذا او كلام من ده، دي من الامور اللي انا في وجهة نظري ان اسبابها رقم واحد السوشيال ميديا والتليفونات. للاسف المقاطعة، لكن الشيء بشيء يذكر الناس، الشيخ احمد فلتك بتقول الافصاح عن الحب او وهكذا، يعني البعض الان في مجتمعنا، البعض الان في هذا يعني يعتبر ده عيب، الراجل ما قولش مش عارف ايه، مش الراجل اللي يقول لك كده، ممكن يقول لك كده في الخطوبه او كل حاجه، لكن بعد الجواز يقول لك كده ما اقولش. هي اللي تقول يا تخليك راجل يا اخشن مش عارف ايه وهكذا. ما هو بيقول لها كده في الخطوبه برضو من الاسباب، خلي بالك الملل. الملل الزوجي، يعني انا لما رجعت لبعض الاسباب في الموضوع ده لقيت ان مثلا في فتره الخطوبه في حرمان، وفي فتره الزواج في ملل، تشبع. وبالتالي بيحصل بقى الخلص الزوجي ده. لو سألته في الخطوبة عد لي رموشها يقول لك كم عددها ومش عارف ايه، ويقول لك التفاصيل وبيقعد يتغزل ويقول كل شيء. نعم. طيب لما حصل الملل، ولذلك في بعض الأطباء والدكتور يعني يزكي الموضوع ده فيما يراه يعني من ناحية نفسية، أنا قرأت الكلام ده يعني انه قال ان احنا بنحتاج احيانا الى الحرمان بعد الزواج علاج للخلص الزوجي. يعني احيانا نحتاج ان احنا يحصل في بعد شيئا ما او كذا، او مش كل ما تشتهيه، لا يكون فيه برضو. المسألة من هنا بقى هنقول ان فيه اسباب كتيرة جدا، لكن على رأسها لا شك السوشيال ميديا. السبب الثاني في وجهة نظري الارهاق المادي، هات اعمل خلي سوي، هو مش يعني لا يستطيع ان يلبي كل احتياجات البيت بسبب الإرهاق المادي، أو بسبب مثلا عدم استيفاء الحقوق المادية اللي موجودة عنده اللي هي تفي بحقوق البيت أو بالكلام من ده، وده يمثل ضغط عليه طبعا لا شك. أو المشكلات عموما، سواء المشكلات الزوجية أو المشكلات الاجتماعية، أو أن الولد عنده مشكلة في حياته مش عارف يتعامل مع المشكلة على أنه يرضى بما قضاه الله وقدره، مش عارف يتعامل أنه يعيش حالة من ان الابتلاء ده ربنا سبحانه وتعالى اوجده في الدنيا على انه طبيعه، وان الابتلاء ده كما كان يقول اهل الله يعني
من الأسباب بتاعت الابتلاء يقول لك التمحيص والتخليص والتخصيص. التمحيص إن ربنا سبحانه ما قال كده في غزوة أحد وليمحص الله الذين آمنوا وامحق الكافرين. والتخليص تخليص الإنسان من عبودية الشهوة ومن عبودية الحب المال وكذا. والتخليص بقى أن يخلصه لو أن أخلصناهم بخلصة ذكر الدار. لذلك الأنبياء أشد الناس بلاء. فوجود المشكلات في حياتك لا ينبغي أن تؤثر بالسلب على أن احنا نجيب مشكلة زيادة اللي هو أن نحدث مشكلة بين الزوج وزوجته. لا ده أدعى لأن يبث شكواه لها وتبث شكواها له ويكون فيه اللي هو بقى لتسكنه إليه. نعم. السكن الذي من أجله ربنا سبحانه وتعالى شرع هذا الزواج وعقب عليه في نهاية الآية في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نعم. يعني احنا لا نجد مثل هذا في الغرب للأسف من أن الإنسان الزواج ده قائم وعلى أساسه أبناء والأبناء ده ما عندهمش المسألة دي ولو كانت عندهم بتبقى شكلية وبالتالي أواصر أواصر الروابط في الـ في الـ في الـ في الشريعة الإسلامية بين الزوجين أوثق طبعا لا شك لا شك نعم دكتور بارك الله فيكم الله فيكم بارك الله الأسباب النفسية دكتور عبد الله الأول طبعا المسألة دي مسألة خطر يعني هي مش قضية بسيطة لأنه طبعا هيترتب عليها أشياء كتير جدا هيترتب عليها أولاد طبعا إذا في أولاد هيترتب عليها جفاء هيترتب عليها ممكن يترتب عليها مشاكل نفسية كبيرة ممكن يترتب عليها عنف يعني زي ما احنا بنشوف الفترات الأخرانية مسائل العنف بين الأزواج مسائل جرائم قتل كثيرة بالضبط نعم أفضي إليها بشكل مبالغ فما عشان نعالج دايما دايما أي علاج احنا بنشوف جدره نشوف سببه نشوف الحاجة الأساسية اللي بتوصلنا له طبعا الأسباب كتير جدا في أسباب بيكون أسباب نفسية ممكن يكون الشخص مكتئب ومحتاج يتعالج ممكن يكون شخص مدمن ومحتاج يتعالج ممكن يكون في أسباب عضوية مثلا زي مثلا بعض الاضطرابات في غدة درقية ممكن تعمل المشاكل دي فالمسائل دي برضو محتاج اضطرابات في الغدة الدرقية بعض الاضطرابات في الغدة الدرقية بتسبب ان الانسان بيكسل بيبقى واحنا مش واخدين بالنا ان الشخص ده تعبان او الشخص ده كده وهو بيعاني فعلا وبالتالي المسألة دي بحب انبه عليها كده لان كتير قوي بتغفل الاضافات بقى يعني الامور كتير ممكن يكون انعدام الثقه بتكون موجوده يعني في اوقات ممكن بيخاف من مراته مثلا خايف يتكلم يغلط فينضرب الملامات الكتير يعني الملامه يعني امر موجود او العتاب شيء كويس جدا العتاب الجميل ده بيكون برضو مطلوب ولكن كثره العتاب لا شك بتسبب نوع من انواع الخرس انه يتجنب طالما بيحصل مشاكل فانا بحاول اتجنب يعني اذا كان المشاكل كتير ما يواجهش يعني ما يواجهش عشان الهروب لا وبرضه في نقطه مش بس انه هروب احنا بنقول ان الطرف الثاني يخفف مشاكله يعني هو مش معنى ان هو ما هو في مشاكل من هنا ومن هنا ومن هنا وتطلعات يعني للاسف احنا يعني زي ما يكون المدنيه لها بعض الامتيازات الا انها بعض العيوب الكبيره معلش انا اسف انا مصر اتكلم بقى في النقطه دي معلش لسبب خطير جدا يعني طبعا. المدنية الزايدة عملنا غير زمان الوقت الوضع صعب جدا الوضع صعب فعلا يعني عشان تمشي أمور بيتك بوضع معين في ضغط نفسي بشع الست عايز تمشي بنظام معين صح. السوشيال ميديا بتقول كذا كذا والزوج والجروبات التجمعات النسائية دي مصيبة مصيبة والله التجمعات النسائية دي والتجمعات الرجاليه برضه والتجمعات الرجاليه غلابه والله لا يا ناصر انا اقصد ايه اصلا هم قاعدين يدوا بيشكوا احوالهم لكن الجماعه الثانيين التجمعات النسائيه تجيش الجيوش لا والله يعني لا هو الفكره ببساطه والله في المساله ديت ان احنا محتاجين ان احنا نعيش عيشتنا طيب فعلا يعني سؤال استشفته من كلام حضرتك ومن كلام فضيله الشيخ هو الخرس الزوجي ده بيكون فيه اللي مش عايز يتكلم دايما الزوج ولا ممكن في الطب تبقى في بعض الحالات الزوج هو اللي عايز يتكلم بس مراته مش عايز تتكلم معاه هو هل لو الحالات دي موجوده يبقى ده خرس زوجي لا هو ولا ده حاجه تانية بقى لا هو موجود الاثنين موجودين وممكن يكون خرس من الطرفين بس هي لكن الغالب فيها بتتاخد على الرجاله هي بتاخد على الراجل ليه لان الراجل طول يومه مطحون بره بتبهدل بيرجع محتاج نص ساعه ساعه حتى ممكن يكون مش مدرك ده هو شخصيا ممكن يبقاش واخد باله ان انا محتاج اريح عشان ابدا اكمل يعني يوم يكمل فهو الست تيجي في الوقت ده زوجته الانسانه الطيبه دي تيجي
هو داخل عايزين واحد اثنين ثلاثة أربعة، ده في كذا كذا كذا، ده العيال عملوا كذا كذا كذا. فطبعا الراجل اصلا محمل جسديا ونفسيا، وفي وسطها جمله انت ما انتش بتحبني زي الاول، انت ما انتش بتهتم، انت ما انتش وهكذا. هو الفكره في اختيار التوقيت. يعني هي احيانا في اوقات كتير ان احنا محتاجين بس ايه نص ساعه، ساعه يخش ياخد له دش، يظبط نفسه، يريح ظهره سنه على السرير على كرسي، مش يسحب يعني، بس هو يعني ان هو يريح هيقدر يستعيد طاقته. زي بالظبط ان احنا في وقت شغال فتره كبيره، في وقت بتحتاج تقوم تصلي، بتحتاج تقوم تاكل، هو بيبقى راجع محمل، راجع متبهدل. لازم التوقيت ده، التوقيتات البسيطه دي يعني ياخد وقته فيها ويفهم ان المساله اللي هو يفهم وهي تفهم الاثنين، مش ما هوش طرف واحد. لكن طبعا هو الدور الاكبر بيقع على الرجل بطبيعه، ان الرجل هو العقل، هو المفكر. يعني قصه الاحتواء وقصه التريث وقصه ان هو يصبر دي عند الرجل اكثر من المراه. هي عند الرجل، ولكن العلاقه الزوجيه او الزواج هي علاقه ساميه جدا بين طرفين. ما ينفعش طرف يشيل ايده الا مضطرا، يعني الا مضطرا، وبالتالي بناء عليه ان الشخص الثاني بيبدا يشيل، يعني لا قدر الله في طرف فصال او خلافه ده امر معروف. فاحنا عندنا المنهج الاساسي هنا يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، فامساكم بمعروف او تسريحهم بإحسان. يعني اذا كان ده الوسيله، لكن فكره ان احنا نبقى قاعدين مع بعض في بيت ما احناش فاهمين بعض، ما احناش مدركين ايه اللي بيحصل، المساله دي طبعا لازم جالك العياده قبل كده حد كده بالجراه كده قال لك انا عندي خرز زوجي؟ واحد جالك كده جريء كده؟ لا هو في الغالب ما بيجيش كده، هو بيجي مثلا يشتكي من الطرف الثاني، او بيجي يشتكي ان انا ما عدتش قادر اتحمل والواقع عليه بقى صعب جدا جدا. وبناء عليه بنقيم بقى، يعني ممكن يكون هو وده بنشوفه كتير، يكون مثلا عنده اكتئاب، والاكتئاب ده بمجرد ما بياخد بعض الارشادات، او اذا احتاج، اذا الوضع اصعب شويه بيحتاج بعض الادويه الامنه، بعد اسبوعين ثلاثه بتيجي تبص يقول لك والله انا مش عارف، انا حسيت ان الراجل اتظبط، او الراجل يقول لك انا حاسس ان الست اتظبطت، مع ان الطبيعي ان انا مشاعري هدي شويه، ما بقتش حساس بالزياده، فبدات اتعامل. طيب اسف للمقاطعه مره اخرى، لكن يعني حتى تكون الدائره يعني مكتمله. طيب لما هو اصلا فكره الخرس الزوجي بينه وبين مراته قد يكون نتيجه الضغوطات، نتيجه الشغل، نتيجه الديون، نتيجه مديره اللي بيغلس عليه في الشغل، السوشيال ميديا، المطالبات، السوشيال ميديا وهكذا. طب ما هو بيبقى قاعد في البيت مع زوجته مش قادر يتكلم ومفرهد ومش ناهض وعايز اريح، في حين ده برضو نوع من الناس ان ممكن صاحبه يرن عليه عماد او يا محمد او ابراهيم ايا كان الاسم، تعال ننزل نتفرج على الماتش، او تعال ننزل نتمشى، او تعال ننزل وكذا، تلاقيه ما شاء الله قام وصحته جات وبقى زي الرهوان. كويس. ايه الفرق بقى؟ في اختلاف احيانا بيكون موجود في الاهتمامات. يعني هقول لحضرتك امر بسيط خالص، اذا كان انا شايف ان انا اما بقعد دايما بقولام، او دايما باظهر بمظهر مش كويس، انت بتعمل، انت كذا، انت ما بتشيلش مسؤوليه، انت مش عارف ايه، انت كذا، او العكس، او انت اصلا يا ست ما بتعملش، مش مهتمه، انت طبيعي جدا ان الانسان بيحب، بيميل الى الشيء اللي بيحبه. يعني بحب اقعد قعده واحد يبقى بيديني قيمتي، بيقدرني، بيحترمني، بيقدرني، بيديني قيمتي. يعني مثلا من ضمن الحاجات الاساسيه في المساله دي مساله التقدير، دي ان المراه تشعر بالتقدير. التقدير ده عند المراه ممكن يكون بكلمه، مش شرط يكون ممكن يكون بخروجه، ممكن يكون بهديه بسيطه، يعني مش شرط يكون شيء كبير. والتقدير عند الرجل ان هو يعني يشعر بقيمته كرجل، يشعر بقيمته ك يعني رب الاسره ديت، وهو فعلا بيتعب، يحس ان يسمع كلمه شكر، يوصل له مساله ان هو انسان يعني انسان كويس وليه قيمه، او ان هو بينجز في حياته. يعني الرجل من السمات الاساسيه، يعني المساله اللي ممكن هو يسمعها من بره، للاسف ده برضه من ضمن الحاجات اللي بتعمل مشاكل، اللي ممكن يسمع ده من بره بس من جوه لا. يعني واحده مثلا في شغله زي ما بيحصل كتير، تحسسه ان هو الباشا كبير، تحسسه ان هو للاسف بيبدا او تسمع بالظبط. فيبدا يحصل اختلال هنا بقى، انه في عامل طرد هنا وفي عامل جذب بره، زي ما الجماعه بتوع تسويق كده بيقول لك النيدز والاحتياجات، هو محتاج كذا فمش لاقي جوه فلاقي بره، فخلاص يبقى الدنيا زي الفل. هم كتير جدا ما بيبقوش فاهمين، او مش واخدين بالهم انه
ان انا عايز افهم يعني واحده قاعده 5 سنين مع زوجها، 5 سنين مش قادره تعرف ان الراجل ده بيحب ايه وبيكره ايه، مساله صعبه جدا. وفي المقابل برضه هو المفروض يبقى فضلا بقى عن سوء التعبير، يعني هو بيعبر عن احتياجاته بطريقه غلط او هي بتعبر عن احتياجاتها بطريقه غلط، بعد مش واضح في الخطوبه يا بيبي ومش عارف ايه والكلام ده، بعد الجواز كذا ويا بغلة ومش عارف وهكذا وشتايم بقى والكلام من ده. هما بيقول هو يعني ممكن يكون الراجل نفسه ما بيقولهاش انا بكره كذا. ودي من الحاجات الخطيره جدا في العلاقات الزوجيه، ان انا ما بجوزش اللي بحبه بس، لا ده اي حد بيحب كده، اي حد هيتجوز لانه دي فطره اساسيه، لكن الـ انا في عيب كذا، حضرتك هتقدري تتحمليه؟ هتعيشي معاه؟ والعكس انا ما بدورش على امتيازات، امتيازات اي حد يحبها، لكن العيوب توافقات على الاقل، العيوب ديت العيوب دي انا هعمل معايا. النقطه الثانيه احنا مش بنختار المثاليه ولا بنختار الاختلاف خالص، يعني مش توافق الكامل او كده، احنا بنختار المناسب. يعني عمليه زي ما بيسموه كده عمليه تناغم، ودي اللي بتثر الحياه الزوجيه، واحد بيشد شويه واحد بيرخي شويه، يعني الامور تطلع عشان الدنيا تمشي بالظبط. اختلاف الثقافات ممكن يكون الموروث الاجتماعي احيانا، يعني بشوف مسألة دي كتير، ان الراجل شايف ان هو ابويا كان بيعمل كده وامي كانت بتعمل كذا فانا مراتي لازم تعمل كذا. طب الشخصيات مختلفة، الحياة مختلفة، الازمنة مختلفة، الـ يعني الاستنباطات لازم تكون استنباطات واقعية، مش استنباطات يعني قوالب كده احنا بناخدها ونقوم ايه منزلنا على الارض الواقع. دي واضح. من الاسباب الرئيسيه جدا، واذا اتفهمت بطريقه كويسه هتساهم وهتسر العلاج بطريقه واضحه جدا. يعني بيقولوا في العباد المصريه كل واحد عارف شمس بيته بتطلع منين، وبناء عليه السبب الذي ساقه الدكتور عبد الله الاهلي ان انا عايز اشوف ابويا كان بيعمل وامي كانت بتعمل فانا عايز زوجتي تعمل وهكذا. مع عدم مراعاة بقى الاختلاف الأزمنة، مع عدم مراعاة إن وجدنا بقى لا ونقطة مهمة ده سيدنا الشيخ أحمد برضو، هو عايز زي مامه كانت بتعمل مع أبوه تمام، في حين إن البدايات والمقدمات يعني أبوه مثلا ما كانش بيعمل مع عمه في الخطوبة زي اللي هو مهد ليه مع زوجته في الخطوبة. الراجل في الخطوبة كان كيوت زي ما بيقولوا وبيبي وبيسمع الكلام وكل حاجة زي الفل، وفجأة بعد الجواز بقى غضن فروايا حاجة، لا يعني انت قدمت مقدمات لأشياء معينة وبالتالي يجب عليك أن يعني من ضمن التعليقات التي وردت علينا الآن يعني من مشاهدة من مشاهدات البرنامج بتحيي الضيوف طبعا، بتحيي كشحم، بتحيي كدكتور عبدالله، بتقول دكتور محمد ما فيش راجل عنده خرز زوجي، الراجل بطبعه حنين بس انتي بتقول بقى للزوجات انت اللي ما جربتش تكلميه من اكاونت تاني، يعني انت ما جربتش تكلمي زوجك من اكاونت تاني على اساس انك واحده تانية انت هتعرف ان هو بطبعه حنين. لا مش متجوز. هي بتقول الراجل بطبعه حنين بس انت اللي ما جربتش تكلميه من اكاونت تاني، تكلمي زوجك من اكاونت تاني انت مش عشان يعني ايه ما يعرفش ان انت مراته. وكتير من التعليقات اللي بتغرد في هذا السياق. طب هنعمل ايه؟ هنقضيها هزار كده وخلاص ونجني النتائج في البيت عبر منصات التواصل الاجتماعي، ايه الحل؟ هنعمل ايه؟ رقم واحد ان الرجل او المرأة يكونوا اجتماعيين، كل واحد يتحدث مع التاني ويتكلم معاه ويختار الوقت المناسب زي ما اشار الدكتور. الامر الثاني التصريح بالحب، وده مهم جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بحبه للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه، وكذلك بحبه للسيدة خديجة رضي الله عنها، قال اني رزقت حبها، وقال لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، طبعا من الرجال قال أبو بكر، من النساء قال عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وده كان سلو عام للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان السلو العام بتاعه يوميا يوميا يطوف على زوجاته واحدة واحدة صلى الله عليه وسلم، يتحدث معها وإيه مشاكل، وهو بقى قائد أمة وجيوش ودنيا يعني مش والتي سيبيت عندها يجعلها آخر زوجاتي. وده بقى اللي عمل لنا اللي هو الباب اللي احنا اشرنا اليه عند الامام الترمذي رضي الله عنه وارضاه، باب ما جاء فيه السمر اللي هو الحكاوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم مع زوجته صلى الله عليه وسلم، يقعد يحكوا مع بعض وهي تقول له قصه وحصل النهارده كذا. واورد الامام الترمذي اكثر من
رواية في الباب ده، لدرجة ان واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كأنه حديث خرافة يا رسول الله، يقول لهم أتدرون ما خرافة؟ ان كان رجل من بني عزرة حصل كذا وكذا، والنبي يحكي لهم قصة وهم يحكوا له قصة وكذا. طبعا ده عامل حائل بين الناس او بين الزوج والزوجة في المسائلة دي، لان هو لا عاد بيحكي لها ولا عاد بتحكي له، هو هي بتحكي على التليفون وهو بيحكي على التليفون. صار احنا المفروض ان يكون فيه، او بقى الحل بقى ان احنا نبدا ان كل واحد يتكلم مع زوجته، نحي التليفون ده ارجوك شوي. مش كل رساله تيجي لازم تقراها، يعني عادي خالص انك تجمع الرسائل كلها على بعضها في اخر اليوم في 10 دقائق مثلا، في نص ساعه مثلا. مش كل حاجه عايز تقضيها بالتليفون لدرجه انك تخرب بيتك بسبب التليفون، لان للاسف الشديد هو ممكن يقعد يتكلم في العمل ويتكلم 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 ومش مخلي خالص مساحه لزوجته. وبعد كده بنسال بقى ايه اسباب المشاكل الزوجيه وايه كذا وايه كذا وايه كذا. النبي صلى الله عليه وسلم برضو قال كنت لك كابي زرع لام زرع، لما ذكرت ام زرع قالت اناس من حلي اذني وملا من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي، يعني وبجحني فبجحني يعني عظمني جدا في نفسي لدرجه ان انا بقيت اعظم نفسي، وبجحني فبجحت الي نفسي. نعم. ولما تزوجت بعده رجل قالت فلو جمعت كل ما أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف كده وشاف المرأة ديت بتتكلم عن زوجها بالطريقة ديت حتى بعد ما تركته ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، تقوم السيدة عائشة ترد تقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنت خير من أبي زرع صلى الله عليه وسلم. شوف المودة اللي هي اللي احنا بقى بننشدها، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها لنا، لدرجة ان الموضوع بيتعدى الى الاستشارة في الامور الشديدة جدا. من منا اللي ما حصل له مشكلة هو بيظل حبيس نفسه ما بيحكيش لحد وكذا، عنده مشكلة في شغله، عنده مشكلة في كذا، ما تحكي لزوجتك. هنا احنا للأسف الشديد عندنا بعض الامثلة التي يعني تخرب البيوت من باب او اخر، اللي هو استشارة المرأة تأخر سنة لو عملته وتأخر. النبي صلى الله عليه وسلم استشار سيدة ولا تقولها المرأة ولا حاجات تانية، سيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما حصل ما حصل يوم الحديبية، فدخل قالت يا رسول الله وماذا؟ قال هلك الناس أمرتهم أن يحلقوا فلم يحلقوا، فقالت يا رسول الله أخرج فدع حالقك فإنك إن فعلت فعل. الله الله الله. وما كانت ودي استشارة في أمر دين طبعا، هو النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لسان الفعال أصدق من المقال. نعم الله. ماشي. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تقاتل وكأنهم غير من كان، وكان ويقول قد كان قرآنا يسير أمامهم وبه اهتدوا فأضاءت الأنوار أو كذا كما قال الشاعر. يبقى الاستشارة للزوجة برضو بيعطيها شيء من التعظيم. نعم. ان انت مقدرة عندي ولك تقديرك، وانا بكلمك في الامور الصعبة او في الامور الحياتية اللي عندي او المشاكل اللي عندي، وكذلك هي نفس الكلام، يعني الولد النهاردة عمل كذا، طب عمل كذا، طب سوى كذا، طب ايه الحل؟ مش اللي هو عمل كذا وتصرف انت، والبنت عملت كذا وتصرف انت، وحصل في البيت كذا وتصرف انت. لا، هي من الممكن انها تاخذ بعض القرارات حتى لو كانت خاطئه في فتره من الزمن، هتعدل مع الوقت. يعني هي تاخذ قرارات تحل هي نفسها، ما تنتظرش زوج. يعني مش لازم حتى اقل القليل يلام عليه الزوج ان لم يفعله. ممكن هي تاخذ هي القرارات. بعض نساء النبي صلى الله عليه، بعض نساء الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين، اسماء بنت ابي بكر امراه الزبير رضي الله عنه وارضاه، كانت تعلف الفرس وتذهب لتدق النوى، ده مسألة كبيرة جدا انها تدق النوى لتعلف الفرس وكلام من ده، موضوع صعب. ما تنتظرش ان مع شدة الامر ده ومع صعوبة العمل ده ان الزبير رضي الله عنه هو اللي يعمله. لا، كانت هي اللي بتعمل الكلام ده وبتروح وتيجي وتنظر عشان تنقي النوى علشان الفرس ياكله وكذا وكلام من ده. فمن الممكن ان المرأة تتصرف في بعض الامور الزوجية دون ان ترجع الى الزوج، وتتصرف فيها بحكمة وهي مع الزمن. ما تقولش بقى ما بعرفش وانا خلاص اختصاصي البيت بس وكذا، ده حتى اخص الخصائص زي ما بيقولوا كده، او الامور اللي هي مثلا تعليم الاولاد او كذا او كلام من ده، تقول ما بعرفش مثلا. يعني لا، هو احنا بنقول لما تيجي المشاكل مال بتعرف، وكذلك من الناحيه من ومن الناحيه الاخرى برضو ان الزوج يترك لها مساحه، وبرضو يلام بعض الازواج
في انه عود مراته على انها ما تفكرش، ما تعملش اي حاجه، هو اللي يعمل كل حاجه. ولذلك في بعض البيوت اذا الوالد سافر او كذا خرب البيت. نعم. لا انا باكل اليها بعض المهام وكلها في بعض المهام، يعني يدربها على تحمل المسؤوليه طبعا. ومن هنا بقى هيبقى في التناغم اللي هو المفروض ان يكون بين الزوجين، وده اللي استهدفه الشرع لما قال موده. نعم. لان الحب قد يتغير الانسان عن الحب، لكن الموده، لكن الموده تدوم. يقول العلماء كده حتى مع المقابل تدوم مع عدم المقابل تدوم المودة. ولذلك لما عبر الله سبحانه وتعالى عن علاقته بالمؤمنين قال ان الذين من امنوا وعملوا الصالحات جعل الله الرحمن ودا. يا سلام. وقال على نفسه وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. الود اشمل، وده اللي قال مودتنا، وده اللي السبب يعني. نعم. كما قال بعض المفسرين ان الله سبحانه وتعالى استعمل هنا في الايه موده ورحمه، انه مع عدم المقابل في الناحيه الاخرى يبذل الانسان ما يراه في مصلحه هذا الزواج، لان الزواج باختصار كده بيخلي الزوجين قطعه واحده. نعم. لذلك كل منهما يسمى زوجا. نعم. فضيله الشيخ بارك الله فيكم. التعليقات والاراء كثيره فيما يخص صدى المشاهدين، لكن كان من بينها مثلا يعني واحد بيقول بحييك يا دكتور محمد وبحيي الضيوف الكرام، الموضوع فعلا بقى صعب، ده الواحده قبل الجواز تقعد تكتب على الفيسبوك اللهم لا ترني فيه بأسا يبكيني، وبعد الجواز تكتب عنا اللهم أرني فيه عجائب قدرتك. وحد تاني بيقول أسلم حلل الموضوع ده، ان الواحد يفتح مشروع لمراته تقعد شغالة فيه طول النهار، ترجع آخر اليوم هبطانة تنام، الموضوع يخلص يعني خلاص إلى خلاص يعني. وهكذا يعني من خلاص إلى خلاص. خلاص إلى خلاص. في جواباتي 4 دقائق أحتاج إلى روشتة عجلة وطريقة وسهلة التنفيذ. اولا مساله الحوار زي ما تفضل فضيله الشيخ ربنا يحفظه. مساله الحوار هي الاساس جدا، والحوار لازم يكون له نمط ويكون له طريقه. احنا مش في استجوابات يعني، طريقه البيت طريقه مبنيه على الاريحيه، على الرحمه، مبنيه على الموده. فالطبيعي يعني وان كانت القوامه في ايد الراجل، الا ان مش معناها انه هو يكون متسلط الست ما عادش تتكلم. لا، احنا محتاجين نقعد مع بعض، محتاجين نتكلم مع بعض، محتاجين نتناقش مع بعض وبوضوح يعني. يعني الامور تتفرش بطريقه واضحه جدا، انا في عيوب كذا وعيوبي دي محتاج اشتغل عليها بالطريقه الفلانيه. طيب انت فيك عيوب كذا، هنحتاج نشتغل عليها بالطريقه الفلانيه، لان احنا اتنين بنساعد بعض. احنا كما ذكرت قبل كده مش في حلوة مصارعة. طالما اختلفت، طالما ما احناش في حلوة مصارعة، فالطبيعي ان احنا بنقعد مع بعض، بنقعد على ترابيزة واحدة، بنتكلم، نتناقش، بنشوف الاهتمامات، عشان انا اقدر البي الاهتمام ده عشان الحياة تمشي. عشان الحياة تمشي. وكذلك الطرف الثاني. التواصل لازم يكون تواصل فعال. مش الغرض ان انا اطلع كسبان، لا، الغرض ان انا احل المشكلة، الغرض ان انا اوصل لها ان انا بحبها وهي توصل ان انا بحبها، وهكذا. بالاضافة طبعا الى يعني بعض الامور المتعلقة، الاهتمامات المشتركة يبدأوا مع بعض يشتغلوا عليها، ان زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل بكرا تلعبها وتلعبك. يعني ايه؟ يعني ان هم ممكن يلعبوا لعبة مع بعض، يقعدوا مع بعض، يتكلموا مع بعض، يتسامروا، يحكوا لبعض، يتكلموا مع بعض بطريقة معينة. في حاجات كتير جدا، مو ايه، البعد برضه عن السوشيال ميديا الى حد كبير، يعني محتاجين ان احنا نقنن ونحجم المسائل ديت. يعني الامور كتير جدا بصراحه. مش استثمر حضرتك برضه اللي هو يعني في حديث ام زرع لما راجعته قبل الحلقه، في واحده بتقول زوجي اذا اكل لف، واذا شرب اشتف، واذا اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. انا لما طبعا يعني قعدت اقرا عن الموضوع ده، قالك ان هو الموضوع مش فقط كلام، انك حتى وانت بتكلمها انك تطبطب عليها، انك كذا، ولا يولج الكف ليعلم البث. ده نوع في كتاب اسمه جيريت شابمان اسمه لغات الحب الخمسه، متكلم فيه عن التلامس الجسدي. التلامس الجسدي ده مهم جدا، ان هو وهو بيكلمها يمسك ايديها، يعدلها على صوابعها، ان هو كذا،
ده بيشعرها بالاهتمام الزائد. وهي برضو لما تشوف جاي مشغول مضغوط مش عايز يتكلم دلوقتي برضو عادي, ممكن تأجل الكلام دلوقتي, ممكن تأجل الطلبات بس مش ليوم يبعثون يعني, لا مش هتفضل على طول مشغول يعني. انا كامل الحب, لا انا مش بتكلم عن نفسي, بتكلم عموما يا شباب. كامل الحب التقدير للسادة الافاضل الضيوفي الكرام, يعني فضلت الشيخ احمد ريحان على المستوى الشخصي بتعلم منه كتير بصراحه, وبستفيد منه كتير, منفوح بصراحه ربنا يبارك, ومفوه وحاجه بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك. كامل الحب والتقدير اليكم سيدنا الشيخ احمد فرج ريحان, من الساده, من الساده فعلا الازهر الكبار الذين سد الله كلامهم في صدورهم فحفظته ألسنتهم واتوا افئدتهم. شكرا شيخ احمد, احنا قلب. كامل الحب والتقدير والامتنان كذلك, كامل الحب والتقدير والامتنان لدكتور عبد الله الفقي. دكتور عبد الله بيجيد العزف كده على مسامع الساده المشاهدين, بيعرف يختار ازاي. طب نفسي بقى ربنا يحفظك يا رب, ربنا علمي في الجانب العملي, اتمنى لك يعني مزيد من التوفيق ومزيد من النجاح, ودايما الله على المستوى الشخصي لما بشوفك بس بكون مبسوط. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك دكتور عبد الله. شكرا لكل الساده الافاضل, الساده المشاهدين الذين يتابعوننا في البيوت من خلال شاشة التلفاز ومن خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة الرحمة على فيسبوك. شكرا لكل سادة زملاء من فرق العمل محمد البطري ومعتز مسعود, لكل الرفاق عليكم التحية يا شباب. أما عن جناب فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم, كما تعلمون أمنيتي أن أكتب على أسوار قلوبكم بنوع الاقتراب, فهذا وطني أرق المنى, تحياتي محمد الشاعر, دمتم للقلب قلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.